خلاص كده فهمتوا تشغيل الدماغ لوز اللوز. طيب تعالوا نخش على، عشان قبل ما مخكم يسيح مني، تعالوا نخش على التستس. هات لي يا بيه تيست 1 باسج 1. طبعا انا منقل لكم باسج معينه عشان فيها افكار معينه، ما فيهاش الاسئله التقليديه اللي احنا ممكن نحلها ويبقى عادي، فيها بعض الاسئله الغير تقليديه. اوكي؟ ونرجع نتكلم في الفكره بتاعتنا، مستر هو انا المفروض في الامتحان اقرا ايه؟ هل المفروض ان انا اقرا الباسج كلها؟ ارجع واقول لك للمره المليون. مستر ممكن هو حضرتك تعلي صوتك؟ صوتي واطي؟ صوتي واطي يا اولاد؟ لا صوت كويس. كويس. صوت كويس يا ستي بقى. اوكي. تقلك بقي في المايك؟ فالحاجه الايديالستيك او الحاجه المثاليه ان سيادتك تقرا الباسج كلها، لكن لازم تكون واقعي، هل هقرا الباسج كلها وهيبقى عندي وقت ان انا احل الاسئله؟ وهل لو عملت كده وتناح هل هبقى فاكر اللي انا قريته؟ دي مهارات وموهبه المفروض انك انت تتدرب عليها، سواء معايا انا كمستر او مع مستر تاني، او انت بتدرب عليها نفسك. انا ممكن اجي اقول لك تعالى يا جماعه النهارده احنا بنشتغل ريدنج، ريدنج بس ايه؟ هنقعد نقرا باسج ونطلع افكارها ونطلع الكلمات الصعبه وتقعد تحفظها وتربط الافكار ببعضها وهكذا. ده دوري. بس هي دي هتبقى سيشن سات او است او اكت؟ لا، هي هتبقى سيشن كومبريهنشن. صح؟ فانا سايب الجزء ده عليك، بخلي الجزء التكنيكال هو اللي ليا. اوكي حبيبي؟ لكن مش معنى ان احنا ما عملناهوش ان ده ما بيتعملش، لا ده لازم يتعمل. طيب دلوقتي يا مستر خلينا واقعيين، فكره ان انا اقرا الباسج دي مش موجوده، ها تعالى خلينا رجلينا على الارض بقى. نعمل ايه؟ اوكي، يبقى حضرتك يا فندم لازم تقرا البلر ولازم تقرا الانترو. لازم. طب ما يا مستر ما حضرتك قلت لنا ان احنا ممكن نخش نحل على طول الاسئله. طبعا ممكن نعمل ده دلوقتي وهنحلها. بس في اسئله هتفضل حضرتك عطلان عندها. طب هو انا عايز ازيد في سكوري؟ يعني انا ممكن ادربك على الكلام ده لما كنا في محاوله شهر 11 او محاوله واحد، لكن انت وصلت الليفل عايز تعديه، يعني انت جايب 600 عايز 650، هتعمل ايه؟ هتستخدم نفس الطريقه؟ لا يا باشا، لازم تعدي الحته دي شويه ارجوك. طيب تعالى معلش كده هنقرا الانترو مع بعض، ولازم تعمل ده في الامتحان الجاي من فضلك. طيب بيقول لك ايه في الانترو؟ اقرا معايا كده واحده واحده بالراحه. قال لك I have already stated that، أنا فعلا قلت إن the other arts have for their idea that fusing of subject and expression. Fusing يعني إيه؟ يعني يدمج الحاجتين في بعض، يسيح الاثنين في بعض. Which in music is complete. And I have further stated that، وأنا برضو قلت إن stated يعني قلت كده وكتبت كده. The purpose or object، الغرض أو الهدف of music، من المزيكا، is to present emotion، انها تطلع الايه؟ المشاعر. ordered، متنظمه، and guided، ومقاده، by the mind، العقل، and illumined، يعني مضاءه، by the imagination. In this later respect all the arts are alike، كلهم لازم يكونوا مربوطين بالimagination. It is in the very nature of their being that they seek، they seek to ايه؟ بص بقى دي مهمه دي. They seek to find the heart of the great secret. يبقى الفنون بتحاول بتسعى ان هي تجد the heart of the great secret. يعني ايه؟ يعني قلب السر العظيم؟ لا مش كده، يعني توصل لحاجه جوه الفكره نفسها. الفن جواه secret، فهو دي عايزه توصل لقلب السكريت ده، يبقى عميقه يعني. The purpose of painting، يعني الغرض من الرسم and sculpture والنحت، is not to present objects as objects. انا لما برسم لوحه مش هدفي منها ان ارسم اللوحه عشان اللوحه، اكيد ورايا وراها حاجه زي كده. لاست سابر بتاعه ليوناردو دافنشي دي اتعمل عليها حوارات وقصص وفيلم اسمه دافنشي كود، ان هو مش رسم اللوحه بس، لا وراها حوار. يبقى the purpose of painting and sculpture is not to present objects as objects. أمال إيه؟ قال لك لا. But to set them forth in such harmonious perfection of line and the color and the rhythm as will reveal their deepest
significant. قال لك الهدف ان هم يوضحوا او يعبروا عن reveal، يعني يعبروا عن their deepest significance، اهميتهم العميق العمق بتاع. لكن انا مش عامل لك التمثال عشان التمثال يعني. The greatest examples of the plastic arts cannot be understood through sense perception. يعني ما تقدرش حضرتك تفهمه عن طريق ان حضرتك مثلا تحسس عليه او تشمه او حتى تلحسه. كل السنسز دي مش هتخليك تقدر تفهم الكلام ده of objects. ريمبرانت اسم واحد is a greater painter than فلان الفلاني ده، هما الاثنين دول ده اعظم منه. Not only because he has superior technique، مش عشان هو التكنيك بتاعه اعلى، هما ليه؟ قال لك لا، but because he has deeper insight، هو عمال بيرف وبيدور حوالين الفكره دي. خلي بالك مش ملاحظ كده؟ يبقى بيقول لك ان هو عنده فكره اعمق، تفكير اعمق. This is why the subject in painting is comparatively unimportant. يبقى السبجكت ذات نفسه unimportant. الامبورتنت ايه؟ اللي وراه، الحاجه الديب، الديبر انسايت اللي فيه. اوكي؟ طيب ممكن نقرا اكتر من كده؟ ممكن، بس للاسف ما فيش وقت، هنخش على الاسئله على طول. طبعا في الامتحان يا اولاد انت بتقرا بس، يعني انت لو قريتها هتقرا في دقيقه. انا عشان قعدت ايه ادي لك شويه مينينجز وشويه تفسيرات. طيب نيجي للسؤال الاولاني. هنا ده سؤال بوكاب على طول، بسم الله الرحمن الرحيم، كلمه بيكيوليار. طيب مبدئيا كلمه بيكيوليار احنا نعرف معناها ايه؟ بعيدا عن السؤال. يعني ايه بيكيوليار؟ اعرف. ما تعرفش؟ لا، في زمالك عارفين. حاجة غريبة، حاجة مميزة، something distinct، something different، حاجة مميزة. peculiar يعني حاجة مميزة. طيب هل هي جاية بمعنى كلمة مميزة ولا جاية بمعنى تاني؟ طيب نمرة اتنين، ببص بصة كده على الانسرز اللي هو مديها لي، مديني شوية كلمات أنا شايف إن هي سهلة زي كلمة influential. يعني إيه influential؟ يعني حاجة مؤثرة، جاية من كلمة influence. طيب يعني ايه كلمة enigmatic؟ حد يعرف؟ تعرفوش يعني ايه enigmatic؟ طيب هنفترض ان احنا كلنا مش عارفين يعني ايه enigmatic، خلاص؟ يبقى انا عندي في كلمة كده واقعة ما نعرفهاش. طيب harmonious جاي من كلمة harmony، يعني ايه بقى؟ يا لهوي، ايه مش عارفين يعني ايه هارموني؟ منسجم. هي هارموني يعني ناس بتشتغل ان هارموني، يعني في تجانس، تمام؟ فاهمين بعض، دي اسمها هارموني. كل واحد بيعمل حاجه وكل واحد بيقوم بدور، دي اسمها هارموني. فهارمونيس يعني متجانس. لا دي كلمه سهله وبتقابلنا كتير، ده انت لو رحت جبت ب 2 جنيه طعميه ممكن تلفها في قرطاس مكتوب فيه الكلمه دي عادي. كلمه انتنس يعني ايه؟ انتنس يعني حاجه جديده شويه، جديدة. حاجة شديدة أو مكثفة. حلو كده، بقول لك مثلا intensive course، مش كده؟ طيب تعال بقى، يبقى احنا كده عندنا كلمة influential اللي هو مؤثرة، أو كلمة enigmatic معرفش معناها، أو كلمة harmonious في تجانس، تمام؟ أو كلمة intense حاجة مركزة أو مكثفة. حلو، تعال بقى يا فندم نروح للاين 100 نشوف. والله لو كلمة peculiar الكونتكست بتاعنا واخدني لاي انسر من دول هختار الانسر. طب لو مش واخدني مع اي انسر من اللي انا اعرفهم، يعني لا الانسر A ولا C ولا D اللي هم حيلتي مش نافعين في الكونتكست، اعمل ايه؟ ساعتها يبقى الانسر B هي الوحيده اللي صح معايا، تمام كده؟ قال يا معلم كلمه peculiar اهي اهي، هتبقى ايه؟ اقرا بقى من الاول، هنمشي واحدة واحدة. قال لك if we accept this conception، لو احنا وافقنا على المبدأ ده of all the arts في كل الفنون as seeking the inner sense، ان احنا بنسعى للانر، شفت عمال هو بيركز على ايه؟ الانر سنس اللي هو الشعور الداخلي of things في الاشياء as portraying life in its essence، ان احنا نعبر عن الحياة في جوهرها rather than وليس in its outward manifestation شكلها الخارجي. We خلي بالك بقى we shall be able to understand the peculiar power of music.
يعني ايه بقى peculiar power of music؟ ما هو بيقول لك احنا نقدر نفهم ال peculiar power of music يعني ايه؟ يعني في فايه بس سر او لحظه، ما هنقدر نفهم حاجه ايه؟ حاجه مش مفهومه صح كده؟ ما هو لما بيقول لي we shall be able to understand the peculiar power of music يعني احنا هنقدر نفهم حاجه احنا مش قادرين نفهمها صح؟ يبقى هنقدر نفهم حاجه غامضه، حاجه مش مفهومه، حاجه مش معروفه حاجة. تمام؟ influential هنا ملهاش مكان معايا، لان انا زي كده مثلا عندي كتابات فانا هقول هقدر افهم ال peculiar writing on the او writings on the wall. يبقى يعني ايه هقدر افهم ال peculiar writings on the wall؟ يعني هفهم ال writings on the wall اللي انا مش قادر افهمها، تمام؟ الغامضه بالنسبه لي مش كده؟ ف influence ملهاش مكان معايا. ها طب intense هقدر افهم القوه المكثفه بتاعت الميوزك؟ لا، انا عايز اقول القوه اللي مش مفهومه بتاعت الميوزك. طب هارمونيوس هقدر افهم القوه الهارمونيوس بتاعت الميوزك اللي فيها تجانس؟ امال ايه؟ انيجماتيك. الله، لحظه يا مستر، هو يعني ايه انيجماتيك؟ حد يعرف يعني ايه؟ ما تعرفوش يعني ايه انيجماتيك؟ ده في فرقه بتاعت ميتال اسمها انيجما مشهوره جدا. انيجماتيك إيه؟ حاجه مش مفهومه او لغز. لغز، برافو عليك. سيكريت، لغز، حاجه مش مفهومه، حاجه في انيجما مش مفهوم. فانيجماتيك يعني ايه؟ مش مفهوم. طب ليه مستر رحنا سكه اللغز؟ لان هو بيكلمني كده بيقول لك وي شال بي ايبل تو اندرستاند، حاجه ما كانتش مفهومه، حاجه مش مدركه، حاجه مش عارفينها. يبقى ذا peculiar باور اوف ميوزك او الباور اوف ميوزك الغامضه السكريت اللي ما نعرفهاش. اوكي حبايبي، يبقى الانسر بي. طيب question 33 مع 34 evidence based paired question. تعال نسال سؤال، السؤال اللي فوق ده يا اولاد هل هو specific ولا general؟ يقول لك which of the following techniques، انهي تكنيك من الاربعه دول does the author use، استخدمهم الاوثر to support his claim؟ يعني هو كان عنده فكرة وكان عايز يسابورت الفكرة بتاعته دي. قال لك in line 22 of a deeper insight، يعني هو deeper insight كتبها في line 22. حلو كده؟ وبقى السؤال، علشان يسابورت فكرة deeper insight ايه التكنيك اللي استخدمه؟ طيب ممكن الاول نروح يا فندم نجيب اللاين، يبقى ستيب نمبر 1. طب هو ليه سبيسيفيك مش ليه مش جنرال؟ هو بيتكلم على الباسج كلها ولا هو بيتكلم على حاجه بتسبورت الديبر انسايت؟ ايوه تمام، فكده سبيسيفيك صح كده؟ فكده سبيسيفيك. يبقى انا عايز اشوف انهي لاين من اللاينز دي كان هو عمال بيسبورت فكره الديبر انسايت اللي هو قالها في لاين 22. حلو كده؟ يلا ستيب نمبر 1 هنجيب اللاين، ستيب نمبر 2 هنجيب الانسر. يبقى خلي معاك التو انسرز لحد ما اسالك لو سمحت. اتفضل. ما تقوليش. لاين من اللاينز بتتكلم على رأي الأوثر في فكرة ديبر انسايت. لما الاقي اللاين هقراها. يا ترى عشان يسبورت الفكرة دي استخدم ايه؟ اللي استخدمه اجيبه من الانسرز اللي فوق. حلو كده؟ يلا نحل بشكل عشوائي همجي. اللاين طلعت ايه؟ بي ايه؟
بي دي دي اللاين ايه والاجابه دي. تمام، يبقى اللاين فعلا ايه. ليه مستر اللاين ايه؟ لان هي دي اللاين اللي فيها كان هو بيحاول يسقط الفكره بتاعته بتاعه الديبر انسايت اللي هي لاين من 24 ل 28. احلف. لا احلف ليه، احنا هنروح نجيب اهو. قال لك it is the same with the literature. الموضوع عامل زي الايه؟ زي الليتريتشر، زي الادب. in جين اير. ايه جين اير دي يا اولاد؟ ده اسم قصه اسمها جين اير. عارفين امتحان اكتوبر 2020 اول امتحان في الاي اس تي، اول باسج ريدنج تفتحها عباره عن باسج متاخده من قصه جين اير. اوكي، قال لك the subject is more tangible. tangible يعني ايه؟ tangible يعني حاجه ملموسه. and vivid than in villet. ما اعرفش ايه villet ده، باين اسم قصه برضه. but the letter is the finer book. جميل. because the technical skill is greater the insight ايه deeper. يبقى هو عشان يسبورت فكره ان الانسايت ديبر او الديبر انسايت، استخدم ايه هنا يا فندم؟ ها استخدم ايه؟ هل استخدم example example بس؟ يعني هل لو حط كلمة example جنب أي كلمة تاني تبقى مظبوطة؟ literature. لا literature، يبقى literary example مش عشان example بس، هو literary example. أوكي، عايزين نبقى مرنين مع السؤال. طب هل هو استخدم a quote from a scholar؟ scholar يعني عالم، كوت يعني مقولة. مفيش كوت أصلا في الحتة دي. مفيش كوت طبعا، بس هي الناس بتشوف الكوتيشن تفتكرها كوت. لا، ساعات أنا لما أقول فكرة أبقى عايز أسبورت الفكرة بتاعتي، فهم جايب لك كوت من سكولر عملاق مثلا، أقول لك مثلا ما هو نيتشا قال كذا 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 كذا، فبجيب لك كوت لنيتشا عشان تسبورت فكرتي، لكن ده ما حصلش. طب سيميلي، سيميلي ده هو تشبيه بستخدم فيه as وبستخدم فيه كمان إيه؟ like. حلو كده. هل هو شبه حاجه بحاجه؟ لا، بس هو ممكن يضحك عليك اللي هو بكلمه ايه يا فندم؟ بكلمه it is the same with، فتفتكر ان هو ايه؟ ان هو كده سيميلي. لا، سيميلي لما شبه حاجه شبه حاجه، لكن سيم هنا بيقول لك يعني نفس الموضوع هتلاقيه في الليتريشن، لكن ما شبهش حاجه يا فندم. طب ايه دي بقى يا فندم؟ جراند ستيتمنت يعني جملة قوية. يا سلام، اه فانت قلت بقى جملة قوية جت في وشي فانا صدقتك مثلا. طبعا انسر عبيطة يعني. طيب 35 لما يجي يقول لك انا عايز اعمل comparison، سوري، او اجي اقول لك مثلا في situation معين، السيتويشن ده شبه انهي situation من اللي مكتوبين؟ يعني انت عايزني السيتويشن اللي انت تجيبه لي في الباسج يبقى شبه situation في الانسرز. ايوه تمام كده. بمعنى تعال هنا يا فندم، قال لك ايه؟ in line من 19 ل 22 the author's comparison of واحد اسمه ريمبراند، عارفينه ده، to بوجيريو ده. اوكي، حصل فعلا comparison ما بينهم. قال لك الكومباريزن ده is similar to comparing ايه بايه من دول؟ حلو، يبقى انا لازم اروح للكومباريزن اللي راح اصفر. نعم تقول حاجه يا واد؟ طيب لازم اروح للكومباريزن اللي حصل من لاين 19 ل 22 واشوف هو الكومباريزن مبني على ايه، واروح اختار كومباريزن مبني على نفس الفكره. اوكي، طيب فجه نقط مثلا في لاين 19 ل 22 بيقول لك ايه؟ ريمبراند is a greater painter than فلان ده. فواضح ان هما الاثنين painters يعني عمالقه great painters، بس واضح انه ريمبرانت greater than him، اعظم منه، لكن الاثنين عظماء بس واحد اجمد منه. قال لك not only because he has superior technique. امال ايه؟ قال لك لا، but because he has deeper insights، هو ايه؟ اعمق منه. يبقى هو عنده تكنيك احسن ماشي، بس الفكره يا اسطى ان هو اعمق منه. اوكي، يبقى انا لما اجي يا فندم اروح
للانسرز بدور على كومباريزن ما بين حاجتين فيهم الحته دي ان حاجه اعمق من حاجه. هي تبقى سي. تعالى كده نشوف. تبقى بي. هنشوف بي. الاول ايه يا مستر صح بي. ماشي اتقالوا سيك. اتقالوا سيك لازما لما يقارن حاجتين كلمه تو بتفصل ما بين الحاجتين اللي احنا بنقارن ما بينهم. فلازما لما نقارن حاجه بحاجه يبقى ليه علاقه بالعمق. مش هو كان بيقارن ما بينهم في الحته دي لان هو عنده ديبر انسايت ذان الواد التاني اللي مش عارفين نقرا اسمه ده او اسمه غيلس يعني اسمه بوجيرو. مستر هي دي معناها ايه؟ لا مش قايلك. يبقى هي. طب يعني ايه بلانك بيبر؟ يعني ورقه فاضيه. تمام. يعني ايه لاين؟ اي حاجه انت مش عارفاها بعرفش ما انت مش عارفاها بس لاين متخططه حاجه مخططه. ايه علاقه ورقه بيضاء بحاجه متخططه؟ هي عموما بارشمنت يعني مخطوطه زي البيبروس كده. تفتكري لما انا اقارن ورقه بيضاء بورقه مخططه ايه علاقتها بالاثنين اللي انا اتكلمت عنه؟ ملهاش علاقه. ملهاش علاقه طبعا يا روحي. بي مستر. نعم يا روحي. بي 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 فور بوك. برافو عليك. هي بي فعلا. قال لك ان هو كانه بيقارن ان افيد ريدر. يعني ايه افيد ريدر؟ يعني قارئ جيد قارئ متعطش بيحب القرايه لان هما الاثنين فنانين كبار بس في واحد اعمق من الثاني. فكانك بتقارن افيد ريدر تو ايه ليتري انالست. يعني ايه انالست يا فندم؟ تحليل. محلل. يعني انت بتحب تقرا كويس وانا بحب اقرا كويس بس انا احسن منك في القرايه. ليه؟ انا بعمل اناليسز للي انا بقراه بمسك الكتاب بفصصه. فده بالظبط عامل شبه مين؟ شبه ريمبرانتوت والواد التاني ان تدوت اللي هو ريمبرانت ان هو ديبر انسايت. عنده ديبر انسايت يعني عنده فكره اعمق. نفس الكلام انت بتقرا الكتاب وفهمته انا بقرا الكتاب مش وفهمته لا وحلله. ده مختلف يا حبايبي عن الانسر ايه. في ناس اختارت الانسر ايه. الانسر بيقول لك ان اميتور سويمر يعني سويمر لسه مبتدئ تو ان اكسبرت دايفر. لا خلي بالك هو اللي اسمه بوجيريو ده هو مش مبتدئ هو جريت هو جريت بينتر بس الفكره ان ريمبرانت هو جريتر ذان هيم. ليه؟ عشان هو عنده ديبر انسايت بس كده. لكن الاثنين عظماء مفيش واحد فيهم مبتدئ. فاهم الدماغ؟ فما تخليش حد يضحك عليك. في بقى ناس تعمل ايه؟ تقول لك كوايت كات. لا ملهاش دعوه الكات انا بتكلم على بني ادمين. يا عبيط انت ده انت زبون قوي. لا هي ملهاش دعوه حضرتك يا فندم. ممكن يتكلم عن الكات ويتكلم عن الدوج ويطلع الموضوع صح. فاكرين انتوا في باسج اللي بتتكلم على تريجر ايلاند بتاعت واحد اسمه بلاك دوج اصلا بتاعت البايركس عارفينها الباسج دي ولا مش فاكرينها؟ يا لهوي عليكم. فاكراها عشان كنت فاكرة دوج الاول بعد كده اكتشفت ان هو راجل. ايوه هو اسمه مسمي نفسه كده بلاك دوج. هتلاقوا السؤال قبل الاخير يا اولاد روحوا له كده سؤال قبل الاخير او الاخير هيقول لك علاقه بلاك دوج باللي هو بالكابتن عامله زي علاقه ايه بايه. يعني لما الكابتن شاف بلاك دوج الموقف ده شبه انهي موقف من المواقف اللي موجوده؟ فانت هتلاقي كلمه دوج وكلمه كات هتستبعدها؟ لا لان هو بيقول لك الموقف ده عامل كان وايلد كات شافت وايلد دوج قدامها. تمام؟ فهي نفس الموضوع. الكابتن شاف بلاك دوج اتخض. هو الموضوع عامل زي كده برضه كان قطه شافت كلب فجاه قدامها. فتيجي انت تقول لي ايه ده كات ودوج يبقى غلط؟ فما هي طلعت هي اجابه صحيحه في امتحان قبل كده. خد السؤال على حجرك يابا. اوكي. سؤال ده عايز له بق نفتالين. لازم ناخد بق نفتالين. حد يعرف كلمه ضل معناها ايه؟ تبقى جلومي. خلينا الاول نمشي واحده واحده. ممل.
يبقى انت لو انت عارف ان كلمه ضل، وعلى فكره بيجي برضه بيتقابلنا كتير ان كلمه ضل معناها ممل، يعني الموضوع هيريحك شويه. حلو، لو انت مش عارف معنى كلمه ضل اصلا هتزعل حب. اوكي طيب، كلنا عارفين معنى كلمه دريري؟ ما اظنش، ممكن واحد ممكن قابلتك بالصدفه. طب كلنا نعرف كلمه جلومي؟ متهيالي اه يا جماعه، عدت علينا. حاجه كئيبه، حاجه كئيبه. برافو. فاذا جلومي يعني something يعني extra sad excessively sad. اوكي طب monotonous نعرفهاش. طب blunt يعني ممل برضه. blunt يعني ممل؟ لا انا بتكلم على الشكل. لا blunt مش معناها ممل. لا انا قصدي ممل كنت بتكلم على number C. C اللي هي monotonous. يعني طيب. ممل. انا عايز اوكي انا عايز يعني افترض شيء، ان انا يا جماعه مش عارف الاربع كلمات ولا حتى عارف معنى كلمه ضل يعني ايه. يا نهارك ابيض يا مستر، هتعمل ايه بقى؟ هتطلع بقى انت ارنب من ودنك ولا هتعمل ايه؟ تعال نشوف هتصرف. كلمه ضل ما اعرفش معناها، دريري ما اعرفش، جلومي ما اعرفش، مونوتونوس ما اعرفش، بلانت ما اعرفش، بس عندي وسيله صغنطوطه اقدر اعرف بيها اتجاه كلمه. ايه هي؟ حاجه اسمها parts of the word، اجزاء الكلمه. ان انا لو مسكت الكلمه وقسمتها جايز جزء منها يعرفني معناها او الاتجاه اللي هي ماشيه فيه. سوري حبيبتي، البريفكس والسافكس. البريفكس السافكس بيحدد لي نوع الكلمه، زي كده مثلا الاو يو اس بيحدد لي ان هي ادجكتيف، تمام. الاي ان تي بيحدد لي ان هي ادجكتيف برضو، الاي ار بتحدد لي ان هي ناون كده. لكن البريفكس والروت هما دول اللي بيعرفوني معنى الكلمه. فعندنا الكلمات اللي متقسمه حتت هي سي بس، فدي اللي هتبقى حيلتي. طب كلمه مونو معناها ايه؟ ها حاجه صغيره؟ لا حاجه واحده، حاجه صغيره، حاجه واحده صح. فرد يعني مونو معناها ايه؟ وان. طب تون، تون يعني الصوت، ومش ضروري يكون قصده صوت، لان مثلا لما يجي لك في الباسج يقول لك التون بتاع الرايتر، هل قصده صوته ولا قصده الحاله؟ صح، قصده الحاله. فهنا التون قصده ايه؟ الحاله. والاو يو اس دي بتاعت الادجكتيف، زي كده لما دينجر نقول دينجرس، مارفل نقول مارفلوس. فبالتالي مونوتونوس يعني ايه بقى؟ مونوتونوس يعني حاله واحده، صح، هي حاله واحده، ثبات على الحاله، مونوتونوس. تيجي مثلا تروح لواحد تلاقيه قاعد في البلكونه وعامل كده، تروح له ثاني يوم تلاقيه قاعد في البلكونه وعامل كده، يبقى هو حياته عباره عن ايه؟ مونوتونوس، ليها نفس الريتم، ليها نفس السياق. اوكي طيب، هي دي الحاجه الوحيده اللي انا عرفت افك شفرتها يا دوبك يعني. اوكي فدي اللي حيلتي هروح بيها على لاين 37. ادي 35 6 7، وادي كلمه ضل اهي. يا مسهل الحال يا رب، يا رب ارزقنا بالحلال يا رب. قال لك a custom house. custom house هنا custom مش مقصود بيها العادات والتقاليد، مقصود بيها يعني المكتب بتاع الجمارك. اوكي a custom house is a prosaic. حد يعرف يعني ايه prosaic؟ هي فيها الاجابه prosaic دي، مش عارفين معناها، خلاص بلاش. حاجه مختلفه، جزيمة. ماشي، حاجة ايه؟ ولا ده هبد، هي دي هبدة، بس انا عايز عريقة. عريقة، جميل. ده ايه الهبدة؟ ده الهبدة جت في 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 ودني. بروزايك تينج حاجة مملة او حاجة عادية؟ هي حاجة مملة، تمام كده. يعني هو بيقول لك دخل المكان، مكان ده ممل جدا. اوكي تعال نشوف ممل ازاي. and a custom house that has neither exports nor imports. هو مكتب اصلا بتاع جمارك، لا فيه exports
اكسبورت سوري ولا امبورت. يعني ايه اكسبورت وامبورت؟ الحاجات اللي هتسافر لبره. براهو. لا في لا اكسبورت تصدير ولا امبورت استيراد. مفيش لا حد استورد حاجه ولا حد صدر حاجه. ناس قاعده كده مفيش حاجه. But only a few sleepy old pensioners. هل تعرف يعني ايه pensioners؟ ما تعرفش. بس اكيد دولت ناس، الناس دولت كبار في السن وسليبي قاعدين عاملين كده. موظفين بقى ما وراهمش شغلانه ولا مشغله. Dozing in the sun، قاعدين كده بيتشمسوا. فين؟ Might be thought a dull subject. يبقى هنا دول معناها ايه يا فندم؟ بلومي. هتبقى ايه اول واحده؟ بلومي. هتبقى بي سي يا مستر. تبقى ايه يا مستر؟ لا لا انتوا كده بتنقوا كده، انت بترموا زهر. هو اللي انا شايفه ده ياخدني في ايه؟ شيء ممل. يبقى اول واحده يعني رتيب. دخلت لقيت ناس كده قاعدين ولا حد بيستورد ولا حد بيصدر، وما كان شكله يعني ممل جدا مستر. طب ما هو ممكن تكون حاجه جلومي علشان هو ما فيش يعني ناس كبيره بقى ونايمه وكده يعني. ايه بقى ايه الكآبه بقى اللي في الموضوع؟ طب اقول لك على حاجه كمان بمناسبه كلمه جلومي. تعرفي ان كلمه جلومي هي ايكوال كلمه دريري؟ الاثنين بالظبط، فالاثنين كده كده هنستبعدهم. اوكي شكرا. بس انا بحاول احل وانا مش عارف المينينجز، انا بحط نفسي مكانك. انا ممكن اعمل نفسي فاتك اقول لك بقى ايه جلومي دي معناها كذا ودريلي معناها كذا وانت يا عبيطه عشان ما تعرفيش معانيهم. لا ما انا لازم احط نفسي مكانك وانت في الامتحان. اتصرف ازاي يا مستر؟ يعني اشر لي كده بطاطساي وحمرها لي روق عليا. فبالتالي هي كلمه واحده اللي عرفت اتصرف فيها هي كلمه مونوتونوس. يعني ايه؟ يعني حاله واحده ثابته رتيبه. ايه هو يبقى تدوت الكيس اللي مترتبه على ده؟ هو الجزء اللي احنا رحنا قريناه. اه الناس اللي قاعده ديت لا شغله ولا مشغله، حاجه بروزايك، لا في اكسبورتس ولا في امبورتس، وناس كده كبيره في السن نايمه وبتتشمس. فمش موضوع كئيب، هو موضوع ممل، موضوع رتيب. اوكي؟ فبالتالي الانسر الصح هي مونوتونوس. امين؟ هو في النهايه سؤال الفوكاب لو سيادتك عطلان قصاد الفوكاب ما تطولش. ليه؟ لان ده مش جرامر. يعني مش هتقعد تجيبه يمين وشمال لحد ما تحلها. ده هو كلمات عارفها؟ لا روح. بس انا ايه بحب ان انا اتصرف. طيب هنا السؤال ده مش بروفيشنال بس هنحله، مش هنقعد نقيم او هنبقى جادجمنتال على الامتحانات الاي اس تي، انت حلو وانت وحش خلاص. هنا كويستشن 37 المفروض ده يبقى كويستشن لوحده ملوش ايفيدنس، مش مقتنع انا بالموضوع ده، انا اسف يعني. قال لك which of the following statements أنهي statement من ديت best summarizes the main idea of the passage. يبقى هو عايز السنتنس اللي بتعمل ايه؟ اللي بتسمرايز الباسج. خلاص احنا قرينا حاجات كتير وعرفنا على فكره الباسج عماله بتلف وبتدور حوالين ايه؟ دي. اوكي؟ الفكره ان هو جاي لي بيقول لي هات لي لاين يثبت الكلام ده. طب في حاجه اسمها كده بالذمه؟ في حاجه اسمها كده يا جدعان؟ بس هنحل مبدئيا كده. يلا حلو سيبوكم من كويشن 38 ده، خليكم 37. ايه هي السنتنس اللي سمرايز الباسج كلها؟ ما تكلمش على حاجه معينه، تلخص لي الباسج كده. سمعوني كلمة ديبنس اوف ار دي يا مستر. دي برافو برافو سلام. انا بس بسمع المزيكا. الله الله الله. طيب هنا بيقول لك كارلايل ولا كارليل is nothing more than a stylistic device. معلومة حلوة بس مش هو ده موضوع الباسج كلها يا بيه. Even what is negative can be shown in all its glory and beauty. يعني كل حاجة سلبية ممكن يظهر فيها عظمتها وجمالها. مش ما كانش موضوعنا خالص. احنا موضوعنا ان لو حضرتك عايز تقدم اي فن لازم ما تقدمش الفن على شكله من بره كده، لازم يكون ليه فكرة عميقة، صح كده؟ فبالتالي الانسر الصح هنا الميوزك. هو جاب سيرة الميوزك فعلا، بس هي الباسج مش على الميوزك، هي الميوزك دي هو استخدمها كفورم من الفورمز اوف ارتس. لكن الانسر الصح هي الانسر دي، ار بيرسيفز اور ايه؟ اور ديبست اسنس. يعني ايه؟ يعني عمق جوهرنا او جوهرنا العميق يعني.
اوكي. فهو ده اللي احنا كنا عاملين بنلف، احنا ما جبناش سيره غيره اصلا. الفكره بقى يقول لي انا عايز لاين يعبر عن السامري دي. هو انت تحتاج تو لاينز بس، لو احتجت فيهم يبقى كتر خيرك. يلا هات لي اللاين بقى. دي دي سي طبعا هو لخبطت. لا هي سي الاجابه الصح. نعم، ما بين الاجابه الصح والاجابه الغلط. هو ان سيادتك المفروض اصلا ما يبقاش فيه لاين. خلي بالكم، هو احنا لو هنختار الانسر دي، ده لو احنا هنختار الانسر سي، يعني لو هنختار اللاين دي، ده لو احنا اخترنا الانسر سي. يعني احنا بنتكلم هنا عن الميوزك، بس احنا ما بنتكلمش مينلي عن الميوزك، احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الارتس عموما. اوكي طيب، فين اللاين اللي بتتكلم عن الارتس عموما؟ هي اللاين اللي هي من 88 ل 90. وخلي بالك هي اول سنتنس في الباراجراف الاخير، هي اللي بتسمرايز الباسج. تعالى كده بص معايا، قال لك all forms of artistic expression then require that we shall see the object not as fact، يعني مش شكله من بره ولا طوله ولا ارتفاعه ولا حجمه، امال ايه؟ قال لك but as art، بصير الحاجه كفن مش كفاكت. اوكي لكن اللاين، فهي دي اللي فيها الفكره. لكن اللاين الاخيره يعني تحسسك كده، قال لك if we accept this conception of all the arts as seeking the inner sense of things as portraying life in its essence rather than its outward manifestation we shall be able to understand the peculiar power of music. فهنا هو بيتكلم عن الميوزك بشكل اخص. لا دي تنفع لو انا هتكلم على الانسر سي، لكن اللاين سي تنفع مع الانسر دي. اوكي، مع ان انا شايف ان السؤال زي ده مش محتاج لاين اصلا. اوكي طيب، كويشن 39. السؤال ده يا اولاد مش محتاج انجلش، محتاج دماغ. يعني سيبك بقى من الانجلش خالص، وخليك انت بقى راجل بتفهم وما بتفهمش. هنا بيقول لك what is the relationship of lines من 1 ل 8 to the rest of the passage. احنا اوريدي قريناه، عايز ترجع تبص بصه تشقر عليه كده اتس اوكي، هسيبك تشقر عليه بس لما تاخد الانسرز معاك. ممكن الانسر ايه؟ بيقول لك ان lines من 1 ل 9 are the premise. يعني ايه premise؟ يعني idea، فكره. يعني ان هو الراجل بيطرح فكره followed by contextual evidence، وهيبدأ بقى يديك evidence على ال premise اللي جات في دماغه دي. اوكي B line من 1 ل 8 provides previously relayed information، يعني معلومات اتقالت قبل كده and the passage builds upon it، والباسج اتبنت على المعلومة دي. ولا C present a counter argument. يعني ايه counter argument يا ولاد؟ يعني فكره بتعارض فكره، بستخدم الانسر اللي فيها كاونتر ارجيومنت كده، بستخدم الانسر اللي فيها كلمه كاونتر ارجيومنت لما الجزء اللي انا هقراه اللي هو من 1 ل 8 يكون بيعارض فكره قبليه او فكره بعديه. حلو. دي لاينز من 1 ل 8 اكزيبت يا اولاد يعني بيوصف بيشرح بيوضح a policy. يعني ايه policy؟ دي عرفت؟ policy يعني سقطة او معلومة خاطئة. اوكي followed by a definite conclusion. طيب روح كده line من 1 ل 8 شوفوا عمال بيلف وبيدور حوالين انهي answer من الانسرز دي، والنبي اوعى تلغوص في الطينة. خلي بالك بي واحد بي عند الاستاذ، بي عند البي ايه؟ ايه عند الاستاذ هنا؟ سي ان شاء الله. واحد سي عند الاستاذ. ايه يا مستر؟ ايه عند البي؟
يا عند الاستاذ مين؟ طيب هل line من 1 ل 8 مبدئيا كده، هل لما احنا قرينا من هنا لهنا يا حبايبي، هل هو عايز يوضح لي ان في حاجه مفهومه غلط او احنا فهمناها غلط؟ يعني هل هو قال كده انتوا يا جماعه فاهمين ده غلط وانا جاي اوضح لكم الصح؟ هل اللاينز دي قالت كده؟ قولوا لي اه. لا انت بتقول اه تسمع كلامي وخلاص. هي مش هي I have already stated، يعني ده معناه ان هو قال كده قبل كده فتبقى بي. برافو انا قلت ده قبل كده. ايوه انا قلت ده قبل كده، يعني هو قالها مرتين I have already stated that، يعني دي مش premise مش فكرة وعمل لها support، انا اصلا قلت ده خلاص. يعني هو هنا له بيوضح policy فكرة خاطئة فبيوضح لنا الصح بتاعها ايه مثلا، ولا هو بيعمل counter argument، يعني مفيش فكرة وهو جاي بيعارضها فمفيش counter argument في الموضوع. اوكي يبقى انا كده عندي ايه يا فندم؟ عندي اما هو بيديني premise فكرة idea او stance، او بيقول لي بي provide previously relayed information، معلومة already اتقالت. هو ده اللي حصل. I have already stated that، انا قلت كده اصلا. عشان كده انا في بداية الكلام قلت لكم ايه؟ السؤال ده ما له دعوة بالانجلش، له دعوة بالدماغ. خلاص خش على اللي بعد. سؤال سهل وعبيط بس انت تحسه رخم، بس هو سؤال عبيط جدا. قال لك what is the purpose of the third paragraph. خلي بالك ايه الفرق ما بين كلمه purpose وكلمه idea. idea يعني هو عايزك تدخل جوه الباراجراف. الايديا بتاعتك ايه؟ انت بتقول ايه؟ والله انا بقول ان الواحد لازم في الحر ده يستحمى ومش عارف ايه مثلا، ده موضوعه. لكن البيربس يعني الفانكشن بتاعته، الغرض منه، وظيفتك ايه، ايه دورك في المسج دي. اوكي طيب بيقول لك هل الثيرد باراجراف بروفايدز نيو ايدياز، يعني لما نروح كده نقرا حبه كده 3 4 سطور من الثيرد، مش هنقرا كله، نقرا كده 3 4 سطور، هل اللي انت بتقوله جديد ما تقالش قبل كده؟ هل it contradicts the introduction، الانترودكشن اللي احنا لسه قاريينها 1 ل 8 ديت، هل الباراجراف الثالث لما نقراه هل بي contradict الفيرست باراجراف؟ بصوا الانسر سي، الانسر سي دي اصلا عبيطه يعني. يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك هل الثيرد باراجراف provides supporting details، بيدي تفاصيل to the previous examples، يعني هو هيدي هيعمل سبورت للاكزامبلز. امال الاكزامبلز دي بتعمل ايه؟ الاكزامبلز اصلا احنا بنجيبها عشان نسبورت بيها فكره. طب انا جايب فكره اسبورت بيها الاكزامبلز، ده انت عبيط بقى. فده اصلا طبعا سؤال هبل يعني، سوري انسر هبل يعني. طيب دي ولا الثيرد باراجراف ده plays the role of a transition paragraph. يعني ايه transition paragraph؟ transition paragraph يا فندم لما انا يبقى عندي مثلا الباراجراف الثالث اهو، هو بيقوم بدور الترانزيشن. يعني ايه؟ يعني بينقلني من الباراجراف نمبر 2 وبيوديني للباراجراف نمبر 4. فتلاقي الثيرد باراجراف واخد كده حته من 2 من اخر 2 يعني، ويديني حته من بدايه 4. هو ده الباراجراف اللي بيعمل ترانزيشن. فانت عندك ان هو يا اما الباراجراف نمبر 3 ده يا اما بيديني نيو ايدياز، يا اما هو بيكونتراديكت الفيرست باراجراف اللي احنا لسه قاريين منه شويه، يا اما بيعمل ترانزيشن ما بين الحته الاخيره في باراجراف 2 مع الحته الاولانيه في باراجراف 4. اوكي يلا شوف لي كده هو عمل ايه، ما تجاوبش، اتقل سيكل على زمايلك. دي يا مستر دي
تعالى كده. الناس ساعات بتسأل هو انا يا مستر بعرف الباراجراف الثالث ازاي؟ هو المفروض ادي الباراجراف الاولاني ده سهل اهو، لما بيسيب لك مسافه كده ما بين التو باراجرافس كده خلاص ده كده باراجراف جديد. هو المفروض ان اول لاين هنا يدخل حته كده لجوه، اوكي؟ فده الباراجراف الثالث، هو بدأ بكلمه ايه؟ ديدز. ديدز يعني الافعال اللي هي اخر حاجه نهى بيها الباراجراف اللي قبليه، اللي هو بيقول لك ايه؟ even the noblest and the most tragic deeds find their best justification in a sublime harmony of beauty. Deeds, monuments, cities and civilizations feed into nothingness. الله، يبقى واضح ان السؤال ده مبدئيا كده يعني هو مش بيدي نيو ايديا، واضح ان هو بيكونتينيو على الباراجراف اللي قبليه، صح كده؟ فبالتالي الباراجراف ده ايه؟ حتى لو تبص باراجراف في نمبر 4 يقول لك ايه؟ ده الباراجراف نمبر 4 قال لك there is no escape، ما فيش اي مفر from this condition، من هذا الموقف. يبقى اذا ستيل باراجراف نمبر 4 بيكمل على ايه؟ باراجراف نمبر 3. يبقى واضح ان باراجراف نمبر 3 ده بيعمل ايه؟ بيعمل ترانزيشن من باراجراف 2 لباراجراف 4، صح كده؟ حد عنده اي اعتراض؟ ولا هو يا ترى بيدي نيو ايديا؟ لا ما بيديش نيو ايديا، ده هو كان بيكمل على باراجراف 2. طب ولا يا ترى هو بيكونتراديكت باراجراف 1 اللي هو الانترودكشن؟ لا، ما ده هو بيتكلم في الموضوع عادي خالص، ما عملش اي كونتراديكشن. اقول لك على معلومه انا ما بحبش اقولها، لما تلاقي في الانسرز يا جماعه كلمه كونتراديكشن شيل، حلو كده؟ لما تلاقي كونتراديكتس شيل، بس انا ما بحبش. ليه؟ لان هو ممكن يجي في امتحان يجيب لك كلمه كونتراديكتس اجابه صحيحه، ساعتها بقى هتعمل ايه بقى؟ هتقوم ماسك في رقبه مستر ناشن، تقول المستر بيقول اي كلام وخلاص، مش كده؟ بس انا بخاف يعني. سؤال، عارف انت السؤال اللي هو ملوش دعوه بالانجلش، هو ده برضه ده ليه دعوه بالدماغ. يعني انت لو بتعرف تغير العجله بتاعت عربيه بابا هتعرف تحل السؤال ده. According to the passage, what is the effect of perceiving objects؟ يعني ايه نتيجه انك انت تفهم الاشياء through our senses، من خلال الحواس بتاعتنا، ايه اللي هيحصل؟ بحسب لاين ايه؟ 16 و19. لو انا مثلا رحت لقيت اوبجكت معين وحاولت ان انا افهم الاوبجكت ده بالسنسز بتاعتي اللي هو بالحواس بتاعتي زي اللمس او الشم او النظر، ايه اللي هيحصل؟ طب تعال نروح كده اللاين من 19، من 16 ل 19 اهو. جميل قوي. قال لك the greatest examples of the plastic arts cannot be understood through sense perception of objects. يبقى cannot be understood through a sense perception. طب لو هي بقى نونوت معايا وقلت انا هفهمها عن طريق السنس بتاع دوت السنس بيرسبشن، ايه اللي هيحصل؟ مش هفهم. الله ينور عليك، هاتيلي بقى من الانسر مش هفهمها دي. هي ايه يا بي؟ سي. لا، ايه؟ سي غير بي غير سي غير دي، مفيش تشابه ما بينهم. بي. احنا اتفقنا لسه زميلتك قالت لك ايه؟ مش احنا قلنا هي سي، مش احنا قلنا ان الاوبجكتس cannot be understood through sense perception. طب لو انا قررت ان انا افهمها عن طريق السنس بيرسبشن هيحصل ايه؟ مش هفهمها. يبقى ايه صح؟ ايه يا مستر حبيبي دي ايه بتقول عكس الكلام؟ دي ايه بتقول ان انا هفهمها؟ سي يا جماعه سي. هو بيقول لك اهو we are able to perceive the hidden mystical meanings. يعني لو احنا استخدمنا السنسز بتاعتنا هنقدر نفهم الهيدن ميستيكال مينينج. ازاي بقى؟ ما احنا لسه قاريين في الانسر بيقول لك كان نوت اندرستود، مش هتقدر تفهمها. هي سي صح. ايه يا جماعه هو صعب الكلام؟ تعالوا كده اقروا براحه يا حبايبي. وده مشكلكم في ايه؟ معلش انا اسف يعني.
بسبب ان احنا منقطعين عن القرايه. احنا عايزين نحل السؤال بس احنا مش معودين مخنا على انه يقرا. بصوا يا حبايبي اهو بره حاجه، معلش انا اسف يا اولاد كلكم، يعني ولادي ولادي ايه، لا اخواتي الصغنطتين. قال لك the greatest example of the plastic arts cannot be understood through sense perception. لو حضرتك استخدمت sense perception مش هتفهم. طب فيجي لك سؤال يقول لك يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو انا استخدمت السنس بتاعي؟ مش هتفهم مش كده؟ بس ما روحش بقى اختار انسر بقول ان انا هفهم. ايه ده بقى، ده ملوش علاقه بالانجليش ده اهو. يبقى what is the effect of perceiving objects through our senses؟ مش هتفهم صح كده. اللاين قالت لي كده. طب انت رايح مختار الانسر ايه؟ we are able to perceive the hidden. مش غتتة. لا في واحد يقول لك بي، يقول لك we are able to use a sixth sense. هنستخدم الحاسة السادسة. ده جبتها منين دي بقى؟ من دماغك؟ من الهواء؟ لا طبعا. يبقى الانسر سي، it limits our perception. يعني ايه؟ يعني هتحدد فهمنا of a more genuine insight. يعني هتحدد فهمنا للفكرة الحقيقية، genuine insight، الفكرة الحقيقية. ليه؟ لأن أنا رايح عمال بتفرج على اللوحة أو بتفرج على التمثال، والله التمثال ده جميل. أنا كنت في متحف اللوفر فلقيت إيه؟ لقيت لوحة الناس كلها واقفة قدامها عاملة كده ويتكلموا ويشرحوا لبعض. أنا طبعاً ضحكت في الأول، لكن لما رحت قريت المكتوب تحت اللي هو الكابشن المكتوب تحت بيشرح لك اللوحة. اللوحة عبارة عن إيه؟ واحد كبير في السن وست، هو بيقول لك إن الست دي سرقته وهو بيقول لها اعترفي، فهي قاعدة مرتبكة، فوراهم واحد بصص لها بصة شماتة. فقال لك عظمة اللوحة دي على إن الكاتب قدر إن هو يعبر عن انطباع الشماتة على الوش، إن هو لما أنت تبص لوشه ده واحد شمتان في البيت تمام. بس قال لك دي عظمة الموضوع، ولو راجل ارسم وش واحد يبان على وشه معالم الشماتة. هي دي الفكرة بتاعت عظمة اللوحة. فأنا بتفرج على لوحة فيها إيه؟ فيها واحد وواحدة قافشها بين بسرقة الكيسة بتاعته، واحد وراهم باصص لها وبيضحك. ده اللي أنا شايفه. فأنا مش شايف المعنى إيه؟ الأبعد، لأن أنا باصص بعيني، لكن لازم أبص بإيه؟ ما أعرفش كان لازم أبص بإيه بصراحة، لكن في النهاية دوت هو limited my perception of a more genuine insight of the paint أو painting. طيب، نيجي هنا بيقول لك what would best describe the tone in lines من 81 ل 87. انا مش هدب من فك، انا عايز حضرتك تقعد يا فندم كده تفكر في موضوع التون ده شويه. ليه بسيبك تحتاس؟ عشان تعطش، فلما تعطش وديك بق ميه تنبسط. هو عايز التون بتاع ايه؟ بتاع اللاينز دي بس، مش بتاعت المسج. طب ايه يا ما؟ جميل. ايه. طيب قبل ما نروح كده بنشوف نبص بصة كده على التونز اللي مديها لي. في الانسر ايه بيقول لي؟ ادامانت، معرفش معناها صح؟ and certain. لا certain اعرف معناها. certain يعني ايه؟ يعني متاكد من اللي هو بيقوله. طب hesitant، اعرف معناها يعني متردد. طب inflexible، لا flexible يعني مرن، بياخد وبيدي وشكل ودي، لكن inflexible لا هي قافله معاه. طب irresolute، ما اعرفهاش والله مثلا. طب assertive، assertive زي جاي من كلمة assert. assert يؤكد أنف، assertive يعني متأكد. الله دي زي كلمة certain. ماشي. طب bold،
بولد بتيجي بمعنى كلمه حد مثلا ايه اسلوبه فظ كده او جريء. اوكي يت بسيمستك طبعا بسيمستك يعني متشائم وعكسها اوبتيمستك متفائل. حلو نروح بقى لللاينز اللي هو من 81 ل 87 فين بقى 81 ل 87 قال لك no game can be perfectly played unless the physical motions are timed in beauty. يعني مفيش لعبه تتلعب حلو الا لما تكون الحركه الجسمانيه كلها في التايم. No machine will act save in perfect synthesis. No character is strong until it attains a harmony within itself. Beauty is the matrix in which life shall be finally molded. الراجل ده ايه يا جماعه؟ هل الراجل ده تحس ان هو متردد مثلا مش عارف يعمل ايه بالظبط؟ مش متاكد من حاجه؟ ولا ان الراجل ده متاكد من كل كلمه هو بيقولها؟ متاكد من كلامه. يبقى فكره ان هو هيزيتنت مش موجوده. ان هو بيسيمستك مش موجوده. لكن ان هو سيرتن واسيرتن موجوده. بقف انا هنا هو عند ايه يا فندم؟ بقف عند كلمه ادمنت وكلمه الريزوليوت. طيب بنستخدم ايه؟ البارتس اوف ذا وورد. هل الكلام اللي انا قريته كلام بوزيتيف ولا كلام نيجاتيف؟ بوزيتيف. اللي انا قريته بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. كلام كله بوزيتيف مفيش اي حاجه نيجاتيف. انا قلتها بيقول لك مفيش لعبه تبقى حلوه لما نعمل كذا، مفيش جسم يكون قوي الا لما نعمل كذا، مفيش حاجه تبين الجمال بتاع الارض لما انا مش عارف يحصل فيها ايه. الكلام كله ايه؟ قول يا ماما تبقى ايه. برافو كده. قمت انا بقى استبعدت الكلمه النيجاتيف اللي هي كلمه الريزوليوت وخدت الانسر ايه. طبعا هتبقى مشكله لو الانسر سي اللي هي كلمه الريزوليوت ما فيهاش حاجه تعبر لي عن نيجاتيف وعن بوزيتيف، ببقى بحتسنا قوي. اوكي يعني هو كتر خير ان الظروف ساعدتني، لان كلمه ادامنت اللي هي معنى كلمه ايه، هي زي مصر تمام او عنيد، مش بدياني حاجه نيجاتيف ولا حاجه بوزيتيف. في كلمات كده زي هيزيتنت ما تديش حاجه نيجاتيف ولا حاجه بوزيتيف، لكن الحمد لله الريزوليوت مدياني اير اللي هي بتدل على النيجاتيف، فبالتالي استبعدتها لان الكلام اللي انا قريته ما فيهوش حاجه نيجاتيف خالص. الريزوليوت ايكوال هيزيتنت يعني متردد. طب يلا في اي اسئله هنا عايزين نبص عليها تاني؟ طبعا هنا السؤال الانسر نمبر 2. في حاجه عايزين نرجع لها تاني يا اولاد او حد مش فاهمها او حد عنده تعليق على اي حاجه؟ حبيبي يلا خشيلي على باسج 2.